إصلاحات يقرها النظام السوري تباعاً في مسعى لاستيعاب التحركات الاحتجاجية الشعبية التي اتسعت رقعتها أخيراً وباتت تنظم بوتيرة يومية لا تخلو من الضحايا. أهم الخطوات الإصلاحية التي أقرتها الحكومة الجديدة مشروع قانون إلغاء حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الستينيات. وكالة سانا أكدت أن مجلس الوزراء أقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا ومشروع قانون ينظم التظاهر السلمي. ومن المنتظر أن تعرض هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها على مجلس الشعب لإقرارها. وقبل هذه المشاريع الإصلاحية دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات تحت أي عنوان كان، مؤكدة أنها ستطبق القوانين المرعية من أجل استقرار البلاد. ونددت الداخلية السورية بما أسمته التمرد المسلح التي تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية تقوم بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة وإطلاق النار وقطع الطرق. كشفت مجريات الأحداث الأخيرة أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية. وكان مصدر رسمي أعلن مقتل ضابطين في الجيش السوري وآخر مع أفراد عائلته، كما أشار إلى مقتل ضابطين آخرين مساء الاثنين. وكان وزير الخارجية وليد المعلم سجل مساء الاثنين موقفا لافتا قال فيه إن السكوت عن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق لم يعد مقبولا. ومن الجهة المعارضة أفاد ناشط حقوقي وكالة فرانس بريس بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا فجر الثلاثاء لدى تفريق رجال الأمن بالقوة اعتصاما في مدينة حمص شارك فيه آلاف الأشخاص للمطالبة بسقوط النظام، كما سمع دوي إطلاق نار كثيف في ساحة تحرير ساحة الاعتصام. إلى ذلك قام نحو 100 طالب من كلية الطب في جامعة دمشق باعتصام سلمي من أجل حقن الدماء في سوريا. وأكد ناشط حقوقي أن الطلاب اعتصموا لنحو ربع ساعة قبل أن يتم تفريقهم من قبل أعضاء في اتحاد طلبة سوريا الموالي للسلطة. وفي تحد لقرار الداخلية تظاهر أكثر من 2000 شخص في مدينة بنياس الساحلية. دوليا أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن ما يحدث في سوريا لا يختلف عن مشاريع أمريكية أخرى حول العالم.